السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل في قناة مهندس أحمد سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده في الفيديو ده في دوائر الفرامل. اوكي، دوائر الفرامل في عندي دايرتين، دايرة هي ودايرة هي. اوكي، دايرة رقم واحد ودايرة رقم اتنين. مبدئيا عشان في حد ناقشني في حوار دوائر الفرامل دي، بيقول لي ان هو غلط ان انا اوصل على النقط المفتوحة دوائر الفرامل. اوكي، طيب مبدئيا انا مش شايف انها تقدر تتوصل في حتة تانية غير كده. اوكي، لان مش معقولة اعمل تكلفة تانية عشان اوصل الفرامل، والفرامل دي مبدئيا بيتكتب عليها 2 امبير او 2.5 امبير تقريبا في السحب، صح؟ هل اللي بيتكتب على النيم بليت هو فعليا اللي بيتسحب؟ اكيد لا. زي الموتور مثلا مكتوب عليه والله الموتور ده بيسحب 30 امبير، فهو بيسحب 30 امبير؟ لا. برضو يا جماعه، اللي بيتكتب في النيم بليت هو ده الفول لود. يعني عارفين يعني ايه فول لود؟ يعني الحمل الكامل. الحمل الكامل يعني الموتور لو شغال على حمله الكامل هيسحب 30 امبير، المفروض ما يتعداش ال 30 امبير. اوكي، نفس الكلام الفرامل. الفرامل مثلا مكتوب عليها 2.5، ماشي، يبقى ده الحمل الكامل بتاعها، اللي هو لو خلاص اللي هي الشوز بتاعها، السوسب بتاعها خلاص مش قادره تشيل نفسها، والشوز طبعا هي قافله عطاره، صح؟ وعندي اول ما البريك بديله كهرباء بيطرد لي حتتين حديد كده لبره. الحتتين دول لو انت ضغط عليهم جامد جامد جامد، هنا نقول لك ممكن يسحب الامبير ده. اما اكيد انت مدي براح ومدي للسوسته براح ان الشوز يتحرك بحريه كامله اول ما البريك تديله كهرباء ويفتح الفرامل. فاهمين اقصد ايه؟ فالنقطة دي مفروغ منها تماما، ان النقط دي تستحمل عادي خالص 1 امبير ونص امبير، 1.5 امبير، مفيش اي مشكلة فيها. دي نقط مفتوحة، وهو كونتاكتور مش ريلي، ده كونتاكتور. فالنقط الاكزيلري اللي بتتركب عليه سواء راكبة عليه او سواء راكبة على من الجنب، فدي نقط اكيد تستحمل من 1، 1.5 امبير و2 امبير، مفيش مشكلة خالص. ده مش ريلي، ده رقم واحد. رقم اتنين، فاللي ناقشنا في الموضوع ده، رقم اتنين من ناحيه المناقشه في الحمايات، بيقنعني ان في فرق بين الدايره دي والدايره دي، واقنعك دلوقتي. يقول لك والله لو هي شغال الموجب هنا وانا واخد توازي والاب والداون معايا ونازله الموجب 60 اللي انا شرحتها قبل كده لنفس الدايره، بس كانت بطريقه عفشه شويه، دي طريقه افضل يعني منظر كويس. السالب 60 هنا برضو داخل النقطه ان او من كونتاكتور لاي وكونتاكتور سلو، اوكي، ونزل برضه على السالب 60. بيقول لك والله لو كونتاكتور لدع ممكن يفضل مدي كهرباء للموتور، مدي كهرباء للفرامل، فالفرامل غلط وكده. طيب انا عندي مبدئيا لو هي لو المصعد دورين او ثلاثه والفرامل فتحت مفيش اي مشكله، الاسانسير مش هيتحرك. اما لو اعلى من كده مثلا فوق 4 5 6 الكلام من ده اعلى، طيب احنا تعالى نتكلم في الحمايات، تعالى نتكلم في ان مثلا عندي اسانسير 12 دور. اوكي، طيب كونتاكتور يلدع، لدع يعني ان هو الكونتاكتور اهو، عشان نفهمكم يعني ايه يلدع، ان هو توصل له كهرباء وجه فصل الكهرباء مش راضي يرجع مكانه، حاجه ساحت من جوه راحت ماسكه المغناطيس في القلب المغناطيسي من جوه وفضل قافش. اوكي، فضل قافش، ده معناه ان كده اكيد النقطه دي مقفوله، تمام. طب انهي كونتاكتور هيلدع؟ مش معقول الاربعه يلدعوا، ولا معقول الثلاثه، ولا معقول الاثنين، اكيد واحد بس اللي هيلدع. ولو واحد لدع هيوصل سالب بس، ولو هنا واحد لدع هيوصل الموجب بس. مركزين؟ دي من اول دايره انا عملتها، فدي صح، ما فيهاش اي مشكله، تمام. طب تاني دايره قال لك لا انا ممكن اعملها بالطريقه دي، ودي الطريقه دي توالي ودي توازي، لا التوالي امن ومش امن. طب تعالى هنا كده نفس الفكره، لو انا مثلا مدي اب مع الهاي او اب مع السلو او داون مع الهاي او داون مع السلو، يعني بالعربي صعود مثلا مع سرعه عاليه او صعود مع سرعه بطيئه، او نزول مع سرعه عاليه او نزول مع سرعه بطيئه، دي السيكونس اللي احنا ماشيين عليه او الترتيب اللي احنا ماشيين عليه. اوكي، طب تعالى كده شغل اب مع هاي مثلا او اب مع سلو، مين اللي هيلدع، ده ولا ده؟ ما اعتقد ان حاجه لدعت من دول. انت اول ما ده يلدع اكيد خلاص الكارته ادت امر ان الكونتاكتور الثاني يفصل او الكونتاكتورين يفصلوا، ده جه فصل، لا ده فضل لادع، ده اكيد فصل، فاكيد هيفصل الكهرباء عن موجب 60، فدي برضو امان ما فيش اي مشكله. مش معقول يا جماعه 2 كونتاكتور هيلدعوا، مش معقول، صعب قوي، صعب قوي انك تلاقي 2 كونتاكتور يلدعوا مره واحده، تمام. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، انا الكارت مديني اشاره على الاب والهاي، وجي قرب للدور عامل على الاب والسلو،
جه فصل راح الاب عمل اللدع والسلو فصل، فده فصل وكده كده ده فاصل، فمفيش كهرباء معديه هنا سالف، الفرامل اكيد قفل التاني زي ما هي. وصلت الفكره؟ فالموضوع انا مش شايف اي فرق ما بين الحمايه ما بين دي وما بين دي خالص. اوكي دي من ناحيه الفرامل يا جماعه، بالله عليكم يعني انا بناقش الموضوع من الناحيه العلميه مش من الناحيه العمليه خالص. اوكي ومن الناحيه العمليه اذا كنت انت شايف ان في افضل من كده او شايف في دايره افضل من كده ناقشني فيها وابعت لي في التعليق مفيش مشكله او في الكومنت تمام. بس انا شايف من الناحيه العلميه واللي جاي من الناحيه العمليه انا مش شايف اي فرق ما بين دي ودي. اوكي هتقول لي ده يلدع وده مش يلدع، نفس الفكره بالظبط. في الحاله الوحيده اللي ممكن اقدر اقول لك ان الفرامل تفتح ان اتنين كونتاكتر يلدعوا، بس صعب قوي سواء هنا او هنا. لما واحد بس لدع اكيد الكارت ادى امر للكونتاكتور التاني يفصل، لان يا جماعه السيكونس اللي مش فاهم السيكونس اللي ماشي بالكارت، الكارت بيدي مثلا الاب مع الهاي وهو مقرب للدور الاب مع السلو تمام، جاي نازل يبقى الداون مع الهاي وهو مقرب للدور الداون مع السلو. ده معنى كده ان في كونتاكتور من هنا وفي كونتاكتور من هنا قافل، اول ما بيجي يخلص يقرب من الدور اعتبر ان الاب والسلو يعني اخر حاجه شغاله الاب والسلو. اوكي هيجي هيفصل بيفصل خلاص قرب للدور ووصل ليفل، وقف ليفل وقف على مستوى الدور هيفصل ايه؟ هيفصل الكونتاكتورات خلاص، هيفصل الشرعه عن الكونتاكتورات. مش معقول الاثنين دول هيلدعوا، مش معقول، اكيد واحد هيلدع وواحد مش هيلدع. طب لو ده اللي لدع خلاص هيوصل سالب بس مش هيوصل موجب للفرامل. وكذلك هنا لو ده لدع ما هو ده فصل خلاص، ما كده كده خلاص الموضوع انتهى. نفس الكلام للداون، لو ده لدع او ده فاهمني، ده المقصود بس مش اكتر. دمتم طيبين، ولو في اي مناقشه او حد هيناقشني في الموضوع ده مفيش مشكله تحت امركم. اوكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.